حرفه الخامية هي حرفه تراثيه بتتكلم على الحضاره المصريه على مر العصور. بناخد موتيفات من التراث المصري وبنبدا ننفذها من خلال منتجات، مفروشات، ملابس، شنط، اكسسوارات، يعني بنوظفها في كل حاجه. وهنا موجودين في مهرجان العالمين عرض حي، وفي نفس الوقت ورشه تدريب للجمهور لو حد حابب يتعلم او يعلم اولاده او كده. احنا بنعمل ده فري، وبنعلمهم ازاي نعيد اعاده تدوير المخلفات اللي موجوده في البيت ونقدر نعمل منها منتج يفيدنا. يعني مهرجان العالمين جابنا عشان نعرف الناس ايه المهن التراثيه او الحرف التراثيه، ان المفروض برضو يعني هو المعرض قايم من الاسر، تنميه الاسر المصريه للحرف اليدويه مثلا. فاحنا هنا بنعرف الناس ايه هي حرفه الارابيسك، ايه حرفه الخيميه، ايه النحاس، ايه الصدف، ليه الحرف المشهوره جدا وقديمه او تراثيه. احنا هنا في المعرض بنبدا نعرف المستفيدين والزائرين اللي جايين يزوروا مهرجان العالمين مين هي نوره، وايه هي المبادره، وايه الانشطه اللي بتتنفذ عندنا في الصعيد، في اسيوط وسوهاج كمان. وكمان بنعمل مجموعه ورش حرفيه للاطفال الصغيرين سواء كانوا اولاد او بنات.